يقول أريد أن أسامح شخص أخطأ بحقي من دون أن أخبره، وأريد أن أكسب أجرا. ويظهر من السؤال جدا أن الأخ محمد يريد أن يجمع بين أمرين، أمر يتعلق بآخرته وهو الأجر في حين يعفو عن ذلك الشخص الذي آذاه، في الوقت نفسه يريد أن تبقى هيبته أمام ذلك الخصم، لأنه يخشى أنه لو علم ذلك الرجل أنه سامحه قد يرى فيه ضعفا، وهو لا يلام في هذه الطريقة وهو أبصر بخصمه. نحن لا نعلم من الخصم، لكن الأكمل أن تخبره، الأكمل أن تخبره. وإن من أعظم القربات إدخال السرور على المسلمين، فإذا غلب على ظنك أيها المبارك أنك بمسامحتك له وإشعارك إياه بأنك قد سامحته وعفوت عنه أن ذلك يفرحه ولا ينقص من قدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكن على يقين من وعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والعفو عند المقدرة من أكمل صفات الرجال. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا أمر ذائع شائع في خيار أهل الإسلام يتوارثونه خلفا عن سلف. والله عز وجل يقول: ولمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن كانت العفو في أول الآية ليس المقصود بها العفو الذي نتحدث عنه، إنما الشيء الزائد، لكن نحن نأخذ خاتمة الآية: وأعرض عن الجاهلين. وقال أهل التاريخ إن المأمون الخليفة العباسي كان شهيرا بالعفو، حتى كان يقول: أخاف أن لا يثيبني الله عليه لأنني أفعله عن محبة، لكن إن شاء الله لن يحرم الثواب. فالثواب أمر حسن، فالعفو أمر حسن يثاب عليه المؤمن.